إلى أين يذهب الأطفال الغير معمدين؟ الإجابة باختصار شديد على السؤال ده، أنا مش ديان، ودي اللي بقولها باستمرار وبقولها من أعتقد 17-18 سنة على البلتوك، ومش متسجلة لي مرة، متسجلة لي 1000 مرة. ده اللي أنا بقوله، أنا لست ديانا. وأعتقد كنصيحة لإخواتي الأحباء المسيحيين، مفيش بشر ديانين. الديان هو الرب يسوع المسيح فقط. كلام ده فين؟ موجود في إنجيل يوحنا صح 5 عدد 22، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. طيب ليه؟ لأنه هو اللي عالم كل شيء، هو اللي عارف موقف كل إنسان، هذا الإنسان صغير كان أم كبير، روحه شكلها إيه، تصور قلبه حتى من الطفولة الأولى إيه، زي ما بيتكلم داود في المزمور، بما فيه الطفل حتى الذي لم يولد أو ولد ومات سريعا بدون ما حد يلحق يقول له أي حاجة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خالق الكل وهو أب الكل، ولو هنتكلم على الحنية هو أحن الكل وهو أعدل واحد، فهو أحن كيان على الإنسان. ما ننساش أن هو ربنا قال لنا بوضوح شديد في سفر أشعياء 49:15، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين أنا لا أنساك. الخليقة دولة، الأطفال دولة أبناؤه، عمل يديه، فأنا مش محتاج أفضل أقلق على مصير أي واحد منهم. الطفل ده ابن عائلة ملحدة، عائلة مسلمة، عائلة مسيحية ما بيعمدوش، طفل كنعاني، طفل عمليقي، طفل من واتيفر، رضيع كان أم أي شيء، فكل دول في إيد ربنا، لأن متأكد جدا وده إيماننا من عدل ربنا ومن رحمة ربنا ومن محبته. فالرب هو الوحيد اللي عارف روح الإنسان صغير كان أم كبير، فرغم أن الطفل اللي ما يعرفش لسه يختار بين الخير والشر، ولا يعرف الحرب ما بين الجسد والروح، وبراءة الأطفال طبعا تغلب عليه، ولكن لا يزال مين أنا عشان أعرف هل كل أرواح الأطفال طاهرة أم لا، حتى لو كانت حياتهم ساعة. فالموضوع ده في إيد ربنا. الموضوع ده بالنسبة لي أعمق من أن الطفل لو ما تعمدش هيدخل الملكوت أو لا، اللي هو دايما يديك الاختيارين yes or no، لا ما ينفعش، هتلاقي الخلافات تحصل ويتخانقوا مع بعض ويدينوا بعض ويحتدوا على بعض. المجموعة اللي بتقول طبعا هيدخل الملكوت أصبحوا خلاص ديانين وحكموا بدخوله الملكوت، والتانيين طبعا يقولوا لو ما تعمدش مش هيدخل الملكوت، وهم التانيين كمان أصبحوا ديانين ويمنعوا اللي هم عايزينه ما يدخلش الملكوت. لا طبعا، الأمر بالنسبة لي أنا متأكد أن ربنا عارف كل طفل وعارف موقفه وعارف نقوة روحه وعارف درجته سواء تعمد أم لا، عارف هذا الإنسان لو كان هيعيش بدل ساعة، لو كان هيعيش 100 سنة كان عارف هيعمل إيه. عشان كده ربنا هو الوحيد اللي يقدر يحكم على كل شخص، حتى لو رضيع ربنا عارف هيكون استحقاقه إيه. عشان كده إجابتي أنا لست ديانا، ربنا هو الديان وأنا واثق في ربنا، ولا يحق لي وأعتقد ولا أي بشر أن يصدر حكم دينونة، ده لربنا فقط. أنا عارف أن يوجد أفكار، ولكن أرى أن اللي بيصدر حكم قاطع نهائي ويقول هيدخلوا الملكوت، أو التانيين اللي يقولوا هيدخلوا الجحيم، والبعض للأسف اخترع مكان في النص، مكان تالت، معرفش جابوه من فين، لكن anyway كمان هم ان التانيين اصدروا حكم بمكان تالت، او غيرها من الافكار سواء مقبولة او غريبة. انا بالنسبة لي دول كلهم يرتأوا فوق ما ينبغي ان يرتأوا، بيضعوا نفسهم في مرتبة الديان، فانا ما ينفعش ارتأي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا 12:3، انا لا ارتأي فوق ما ينبغي ان ارتأي. عشان كده ما قبلش اللي يصدر قرار نهائي ويعتبره قاعدة وحكم وخلاص والدينونة وخلاص ديسيجن صدر. دول المجموعة بيظهروا أهمية التمسك بالعقيدة، وإلى حد ما عندهم حق، ولكن برضو ده ما يدهمش الحق في إصدار قرار،
والناحية التانية العكسية 180 درجة عشان يظهروا رب رحمة ربنا وإلهنا الكيوت في عصر الهجوم البشع من الملحدين على عدالة ربنا زي حروب العهد القديم، زي ما انتوا شايفين الحروب الاتهامات البشعة اللي بيحاولوا يتهموا بيها إلهنا وغيره، فبيحاولوا يظهروا بصورة الإله اللي رحيم وبس كيوت وبس بدون عدل وبدون معرفة وبدون فحص قلب إنسان، ولا كما لو كان بيعاقب، ولا كما لو كان إله جديد كيوت ما عندوش حاجة اسمها دينونة. فين حقارتي من كل هؤلاء؟ أنا ولا تبع من أي دولة. السؤال بالطبع بيتعلق بمعمودية الأطفال وأهميتها، وأنا لا أقصد على الإطلاق، الله يعلم، خلاف طائفي، أنتوا عارفين أنا برشرح رأيي لا أهاجم الآخر، ربنا يعلم، بس يمكن يكون الآخر واخد فكرة خطأ عني، مش فاهم إيماني إيه، فبس بوضحهولي. وموضوعي مش معمودية الأطفال، معمودية الأطفال دي شرحتها في أمر تاني وممكن نتكلم فيه في الغرفة هنا، هل معمودية الأطفال كتابية ومن الكنيسة الأولى ولا تم اختراعها في القرون المتوسطة، ممكن نتكلم في الموضوع ده، بس ده مش موضوعي. لكن المعمودية فعلا هامة للخلاص، ليه؟ لأنه موت وقيامة مع المسيح، والعدد واضح، بيقول في إنجيل يوحنا 3:5 أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. العدد ده أصبح اللي يقوله على البلتوك هذه الأيام على طول بيتهم إن هو داعشي، بس لو قلت يوحنا 3:5 هتتهم إن أنت بأبشع الألفاظ زي ما حضراتكم عارفين، رغم إن في إيه العدد ده. هو فعلا بيوضح أهمية المعمودية من الماء والروح. يحدث خلاف عليه ويقولوا أن الرب يسوع هنا بيكلم معلم إسرائيل، ده مش بيكلم طفل، ده بيكلم راجل كبير يقدر يختار، والحقيقة ده كلام صح، فالرب بيكلم معلم إسرائيل، بس معلم إسرائيل ده موقفه إيه؟ نيقوديموس ده ما عنده المكفة. إيه هي المكفة؟ المكفة بأنواعها اللي هي المعموديات اللي بيتكلم عنها معلمنا بولس الرسول، ودي شرحتها وممكن اشرحها مرة تانية في محاضرة تفصيلية، انواع المعموديات عند اليهود. فمعلم اسرائيل ده اللي عنده المكفة اللي منها معمودية الاطفال حديث الولادة، فالرب يسوع المسيح له كل المجد لما بيكلم معلم يهودي يؤمن بمعمودية الاطفال، ده لا يلغي معنى العدد بل اكشلي يثبته اكتر، وانه اي حد لابد ان يولد من الماء والروح كبير كان ام صغير ليكون قادر على دخول الملكوت. فأهمية الميلاد من الماء والروح لكل انسان كبيرا كان ام صغير عشان يقوم من المعمودية مع المسيح ويصبح ابن بالتبني للمسيح ويحل عليه روح الرب. لكن في المقابل ايضا يوجد اعداد واضحة جدا عن مكانة الاطفال في قلب ربنا، زي إنجيل متى 19:14 دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أيضا في إنجيل لوقا 18:16 أما يسوع فدعاهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. بس الأعداد دي فيها حاجتين، أولا المجيء للمسيح بيقول دعوا الأولاد يأتون إلي، كيف يأتي ولد للمسيح حاليا؟ أعتقد بالانضمام بالمعمودية والتناول، أكشوالي ده مش ضد معمودية الماء للأطفال لكن معاها. اتنين لم يقل لهؤلاء ولكن لمثل هؤلاء، يعني اللي يجوا للمسيح أيضا اللي يتشبه كمان بالطفل، زي ما قال في إنجيل متى 18:3 وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. دي توضح ان الطفل اللي مختارش قد يكون ليه الملكوت ولكن معرفش، وبخاصة ان ربنا خالق الكل وبيحب الكل وخلق الكل عشان محبته، زي ما قال في امثال 8:31 فرحة في مسكونة ارضه ولذاتي مع بني ادم. وهو فعلا ربنا الهنا الحبيب عايز خلاص الكل، فهو احرص على خلاص كل انسان، زي ما بيقول في تيموثاوس الأولى 2:4 الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ده ربنا بيدور على فرصة
لأي إنسان يخلص. عشان كده لو هقول لو هميل لجانب كإنسان بمفهومي المتواضع البسيط جدا وكقلب بسيط، هقول أميل إن ربنا يعني هيتحنن على الأطفال ويدخلهم الملكوت. وطبعا ما أسهل إن أنا أقول الكلام ده، واو جميل بصوا حنين قد إيه، لكن ما أقدرش أقول الكلمة دي. ليه؟ لأني أكرر إن لو قلت التعبير ده كده برتقي فوق ما ينبغي أن أرتقي، وجعلت نفسي ديانا وارتكبت خطية، وده تكبر. فأعود وأقول ما اللي بدأت به، أنا إنسان حقير، ما أقدرش أتكبر، ما أقدرش أجعل من نفسي ديانا، فالدينونة لربنا بس وفي إيده بس. عشان كده ما أقدرش أصدر حكم وأقول يدخل الملكوت ولا لا. البعض هيستشهدوا بالآباء وعندهم حق، ولكن حسب معرفتي المتواضعة جدا الآباء أكشولي ما حسموش هذا الأمر. وأبونا الرائع تدرس يعقوب ملطي في أقوال الآباء في المقال ما هو موقف الأطفال الغير معمدين في يوم الرب، وضح أن الآباء ما حسموش الأمر ده على فكرة. فيقول، وده نقلا عن كلام أبونا تدرس يعقوب ملطي، أما رأي الآباء في هذا فهو يرى القديس أغسطينوس في عمل مبكر له أن مثل هؤلاء الأطفال يكونون في حالة حرمان من المجد الأبدي والملكوت، لكنهم ليس في حالة عذاب ومرارة كما ذكرنا أيضا هنا، ويكمل أنهم في حالة وسطى لكنه ليس مكان متوسط بين ملكوت وجهنم كفترة مؤقتة خلاله ينتقلون للملكوت. ده اللي قاله قديس أغسطينوس. قديس غريغوريوس النزنزي، الأطفال الغير معمدين لا يتمجدون ولا يعذبون من الحاكم العادل الأبدي، لأنهم وإن كانوا لم يستنيروا ولا تقدسوا في المعمودية لكنهم لم يرتكبوا خطية شخصية، فهم لا يستحقوا كرامة ولا قصاصا. قديس غريغوريوس النيسي يرى أنهم ينالون حالة من البركة في السماء يمكنهم أن ينعموا بها. غريغوريوس النيسي أخذ رأي أوريجانوس اللي هو الخلاص الكامل لكل البشرية والأرواح العاقلة بما فيها الشياطين، لكن في مكان تاني على فكرة نادى بالعكس. ده الملخص أقوال الأباء، يعني في اللي قالوا ده وفي اللي قالوا ده وفي اللي قالوا في النص. والكنيسة الكاثوليكية في قرار 1267 في صيغة الاعتراف بالإيمان اللي قدمت إلى الإمبراطور ميخائيل إمبراطور القسطنطينية، حيث قالت الوثيقة أن هؤلاء يحرمون من السعادة في السماء. لكن مخطوط عن القديس كيرولس الكبير محتواه سؤال عن مصير أطفال الذين يموتون بدون نوال المعمودية، هل سيقبلون في الملكوت؟ وجواب القديس كيرولس بكل يقين نعم، لأن الملكوت هو لهم، لأنهم من لحظة تكوينهم في أرحام أمهاتهم قد كتبت أسماءهم في ملكوت السموات، وكما أن الأصل مقدس كذلك الأغصان، لأن الذي يقدس والذي يتقدسون هم من واحد وهو المسيح. مع ملاحظة على فكرة أبونا تدرس يعقوب ملط الرائع، وأنا فرحت لما لقيت الكلام ده، لما عرض أقوال الآباء أن دول قالوا كذا ودول قالوا كذا ودول قالوا كذا، عارفين أبونا تدرس يعقوب ملط في الآخر إيه؟ قال على فكرة نفس الرأي اللي بقوله لحضراتكم، إن إحنا ما ينفعش أن نرتقي ونصدر حكم دينونة. فيقول، ما هو موقف الأطفال غير معمدين في يوم الرب؟ كلمات ربنا يسوع المسيح واضحة وصريحة، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. ومع هذا فليليق بالكنيسة المجاهدة أن تعرف حدود تفكيرها، كل واحد فينا مفروض يعرف حدوده، أنها تنادي بالخلاص وتقدم سر الحياة لكنها تترك الدينونة لله نفسه، أنه ليس عملنا أن نتساءل ما هو موقف الأطفال الذين لا يتعمدوا دون ذنب من جانبهم، أو ما هو موقف غير المؤمن الذي لم يسمع عن الخلاص، إنما عملنا هو الكرازة بسر الخلاص، لأن إجابة مثل هذه التساؤلات تسبب انشقاقات في الكنيسة وبلا نفع. ده اللي قاله أبونا تدرس يعقوب ملطي، وأشكره جدا على الكلام ده وبركة كبيرة، لأن الحقيقة ده اللي بقوله من سنوات طويلة قوي على السؤال المتكرر دايما عن الدينونة. ما أعرفش الدينونة في يد ربنا الحنون بس، لكن يوجد هناك إشكالية أو مخاطر للي هيصدره قرار الدينونة بعدم دخول الملكوت أو قرار بدخوله. ليه؟ بالإضافة أنه غير لائق أن احنا نصدر حكم دينونة والدينونة في إيد ربنا، دي برضو ليها مخاطر. يعني أكشول اللي بيصدر قرار نهائي بيسبب مخاطر هو مش واخد باله. أولا اللي حيصر ويقول أن هم مش حيدخلوا الملكوت،
هل نتوقع ربنا اللي خلق الأطفال وبيحبهم جدا ويعرف إن هم هيموتوا هم أطفال وعارف إن هم مش هيتمكنوا من المعمودية وما رفضوهاش لسه فهم اختاروش شيء، إزاي نجعل أنفسنا ديانين قصاة ونقول لا مش هندخلهم الملكوت؟ وإزاي نجعل ربنا قاسي وما يعرفش الشفقة؟ إحنا ما نعرفش. لكن الناحية التانية كمان اللي بيصدروا قرار ويسيبوا الباب متسع ويصدروا دينه، أيوة دول داخلين الملكوت. ده مش بس فقط تكبر وإن الشخص أقام نفسه ديانا بغض النظر عما في روح الطفل اللي محدش يعرفها غير ربنا فقط، لكن هناك كمان في خطورة إن يتقال الرأي ده ويصروا عليه ويبقى هو ده الرأي العام. أولا لابد ونصر ونؤكد على ضرورة معمودية الأطفال وننبه على والديهم. لو قلنا الأطفال كلهم خلاص داخلين الملكوت حتف، طب الوالدين يهتموا ليه بمعمودية الأطفال؟ الوالدين لو سمعوا من هؤلاء اللي أقاموا نفسهم ديانين إن الأطفال مؤكد هيدخلوا الملكوت، طب إيه أهمية المعمودية؟ أنا بتكلم هنا على الوالدين. وبهذا يتحرم الأطفال دول من ميلاد الروحي ومن حلول الروح القدس عليهم وإن عمل الروح القدس فيهم والقيامة مع المسيح والتبني بما فيها عمل الروح القدس من الطفولة فيهم. فعندنا لما نقول من لم يولد من الماء والروح احنا اكشولي بنقوله للآباء عشان ما يهملوش، مش للطفل عشان اللي ما يدركش ده أصلا. الأمر الثاني والأخطر وبدأ يتبني عليه أفكار حديثة في منتهى الخطورة وتدهور أخلاقي حقيقي متعب، زي ما البعض بدأ ينادي أنه طالما كل الأطفال هيدخلوا الملكوت، طب أنتوا ليه مسيحيين بترفضوا قتل الرحمة اليوسينيجيا للأطفال، أطفال مرضى، أطفال معاقين، مشاكل ذهنية، مشاكل نفسية، whatever، ليه؟ ما تقتلوا الأطفال دول وتودوهم الملكوت وتخلصوا، ما ده أريح لهم. ودي بعتبرها من أخطر الأفكار الشديد الخطورة في الزمان الحديث اللي احنا بقينا فيه. عشان كده أكرر مرة أخرى وأوضح، يعني مش أوضح، أنا أعتقد وضحت وأنا آسف على التكرار، ملناش دعوة، احنا مسؤوليتنا نبشر ونقول لازم الناس تتعمد ولازم تقبل الروح القدس ولازم تعيش مع ربنا حتى لو حياتك كانت ساعة، لكن الدينونة ازاي؟ ده في ايد ربنا. دعوا حكم الدينونة للديان العادل الرحيم الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد. خلينا بس نتكلم على محبته وعلى عدله وعلى وصايا. ده رأيي في الموضوع ده، ولكن طبعا اعتقد في غرفة مليانة خلافات وخناقات محدش أصلا هيسمع رأيك عشان يفهمه، هيسمع رأيك عشان يهاجمك. ده رأيي باختصار شديد، وحقيقي أنا آسف لو كنت أخطأت في شيء، ده أنا قدمت رأي بسيط كمان رحمه الرب، وسامحوني بجد، ما فيش حد ما بيخطئش، فلو كنت أخطأت سامحوني وربنا يسامحني وربنا يبارك حضراتكم.